السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فن الخزفي 214-215 على بركة الله. إذا لا تنسوا الاشتراك بالقناة الثانية هي الرابط ديالها. إذا يعد الطين المادة الأولية في صناعة الأواني الخزفية، وهو أكثر المواد الطبيعية وفرة. نكمل. إذا ويوجد الطين في الطبيعة بأصناف مختلفة. نكمل النص وندوز هنا. نستخرج من النص المرادفات المناسبة للمفردات التالية. يختار تجنب الأنواع. إذا يختار ينتقى ويصطفى، كذلك نقول اصطفى يعني اختار. يختار يصطفى، ألف مقصورة، تجنبا 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 تفاديا، ماشي حيدو ديك الضمة. أنواع، أصناف، أشكال. استخرج من النص الأضداد المناسبة. هنا قالك من النص، هاد الأولى هي من النص. إذا يختار ينتقى، إذا تجنب، إذا من النص ما غزيدوش شي حاجة، غتحاول من النص فقط. إذا استخرج من النص الأضداد المناسبة المفردات التالية: قلة، عامة، عصرية، مصيب. إذا قلة وفرة، ضدها وفرة، عامة ضدها خاصة، عصرية تقليدية هو ضدها، إذا مصيب مخطئ. لماذا أعطى العرب الطين أسماء متنوعة؟ أعطى العرب الطين أسماء متنوعة لأن أنواعه تختلف باختلاف طبيعته وشكله ولونه. السؤال الرابع. إذا العملية التي يقوم بها الخزاف في مرحلة الإعداد هي انتقاء النوع المناسب من الطين، تنقية الطين من الشوائب وغسله، تخمير الطين، عجن الطين. إذا ما هي المراحل الثلاث التي تمر منها صناعة الأواني الخزفية؟ المراحل الثلاث: مرحلة الإعداد، مرحلة تشكيل الأواني، مرحلة التجفيف والحرق. اذكر صناعة تقليدية مغربية وبين جماليتها الفنية. تشتهر مثلا مدينة فاس بصناعة الجلد، ولكي يحول الحرفي الجلد الطبيعي للحيوانات إلى تحفة فنية يحتاج إلى عدة مراحل، نلخصها على الشكل التالي. إذا نقرأ: مرحلة تنظيف، مرحلة دبغ، مرحلة التلوين. مرحلة تنظيف الجلد: في البداية يترك الجلد في الشمس لكي يجف، ثم تتم عملية شقه من أجل فصل الجلد عن يعني الصوف، ثم غسله في الوادي، وبعدها ينتقل إلى المدبغة. مرحلة الدبغ: في المدبغة يتم وصله من جديد في آبار مخصصة لغسل الجلود عن طريق دعك الصانع لها وهو حافي القدمين من جديد، ثم يتم غسله من جديد في آبار مخصصة لغسل الجلود عن طريق داكي، نعم، لمعالجة المواد الطبيعية. مرحلة التلوين: يتم تحضير الألوان باستعمال مواد طبيعية متنوعة منها قشر البلوط، الرمان، الجير، النعناع، الزعفران، وبعد تلوينه يتم تجفيفه مجددا، ثم تتم عملية تقشيره وإزالة الزوائد لتبدأ عملية تحويله إلى تحفة فنية. إذا بالنسبة للشكل، ثم تأتي المرحلة الأخيرة. ديما نديرو هذيك همزة وصل، ما كنقدوش نديروها بالبيسي. بعد الانتهاء من تشكيل الأواني، حيث تترك في الظل عدة أيام لتجف تفاديا لتشققها أو اعوجاجها إذا ما وضعت في الفرن المباشرة. بعدها تبدأ عملية الحرق التي تجري في أفران حرارية خاصة. ومن الجدير بالذكر أن الخزف صناعة تقليدية تبرز مهارة الفنان المغربي وبراعته في الزخرفة والرسم والتلوين، مما جعل الأواني الخزفية تحفة فنية لا يكاد يخلو منها بيت من البيوت المغربية. استخرج من النص من أفعال مبنية المجهول وأدرجها في الجدول التالي، ثم املأ بقية خاناتها كما هو مبين. الفعل المبني المجهول يعد زمانه مضارع، نائب فاعل الطين، يعد بناء من المعمول النافع. نقول مثلا:
ينتقى مضارع النوع. نعم ينتقي، ينقى زمن مضارع نائب فاعل الطين، ينقي هو فعل مبني للمعلوم، يغسل مضارع الطين يعني المبني للمعلوم، يغسل يغسل شو ردها، يغسل يخمر الطين، يخمر تترك في الظل، يترك وضعت ماض في الفرن وضعت. إذا نجاوبو باش نكملو، حول الجمل التالية من المجهول إلى المعلوم. إذا نشوفو تترك في الظل عدة أيام، يترك الخزف أو يترك الخزاف الطين في الظل عدة أيام، ينتقى النوع المناسب من الطين، ينتقي الخزاف. بلا ما نكتبو ديك الخزاف كاع، شتي الخزاف كلها اللي في الجمل بغيتو تحيدوها حيدوها، نقولوا ينتقي النوع المناسب من الطين، حيدوها كاملة في هذيك الجمل كلهم، بغيت تخليها خليها، ما بغيتيش ماشي مشكل. وضعت في الفرن مباشرة، وضع الخزاف الآنية في الفرن، يخمر خزف الطين في الماء. نعم إذا بغيت هذيك الخزاف ما عندهاش، ماشي بالضرورة ديرها، حنا نعتبرو الفاعل ضمير مستتر، نعتبرو الفاعل ضمير مستتر ونحيدوها، نكتبو غير يترك الطين، يترك يترك عفوا يترك الطين، ينتقي النوع، وضع الآنية، يخمر الطين. عند استخرج من النص من أفعال متعدين مفعولين وأدرجها. إذا إذا مفعولين، إذا أعطى العرب الطين أسماء، يحول الطين تحفة، يصير الخزاف، يصير الخزاف الطين لزجا، يصير الخزاف الطين لزجا، جعل أوانيته حفل. قالنا حول جملتين من المعلوم إلى المجهول، أعطى العرب الطين أسماء متنوعة، إذن أعطي الطين أسماء متنوعة. حول الطين الرخيص تحفة، تحفة الأواني الخزفية. نعم أقيم معرض لمنتوجات. إذا أقيم فعل ماض مبني للمجهول مبني للفتح، معرض نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الضاد الآخر، لمنتوجات اللام حرف جر، المنتوجات اسم مجرور الكسرة طبعا، التقليدية نعت تابع لمنعوته في إعرابه اللي هو الجر طبعا. صلوا على رسوله.